اهلا بيكم مشاهدينا مره تانية. المياه الجاريه، المياه اللي بتجري في مواسير بيوتنا والحنفيات بتاعتنا، للست كده وهي واقفه بتغسل الاطباق وتطرطش كده وتغرق نفسها، يعني نعمه كبيره هي مش حاسه بيها. الراجل واقف قدام محله وماسك الخرطوم ويعني بيرش كده قدام في الشارع بتاعه وبيمسك جردل كده وبيصحى الصبح يعمل كده، نعمه كده وميه كده يعني موجوده عندنا منها بوفره ومش حاسين بانها نعمه، حاسين انها حاجه عاديه. يعني بنصحى نقول ايه، عايزين ربنا بقى يرزقنا، يعني ما علينا انه ده رزق كبير احنا مش حاسين بيه، يعني ده رزق ربنا رزقنا بيه، ميه عندنا ميه مش حاسين بيها لانه ده العادي. فما بالكم انه في ناس مش ده العادي عندهم، مش نفسهم في نقطه من النقط اللي احنا بنطرطشها دي وعايشين بوفره فيها ومش قادرين يعني يتحصلوا عليها. احنا النهارده بيشرفنا وجود دكتور محمد العربي عضو مجلس اداره جمعيه البر والتقوى. اهلا بحضرتك يا دكتور، وهتكلمنا عن اهميه سقيا الماء واهميه الميه اللي معظم الناس مش حاسين بقيمتها. اهلا وسهلا بحضرتك وبالساده المشاهدين الكرام. احمد الله رب العالمين واصلي واسلم على سيد السادات وخاتم الدعوات والنبوات، سيدي وحبيب قلبي، سيدي محمد بن عبد الله عليه وعلى من والاه افضل الصلاه وازكى التسليم. ثواب المياه ثواب لا ينقطع وثواب دائم لعظم المياه في الدنيا وفي الاخره. لكن قبل ما اتكلم عن المياه بتكلم على فضل الصدقه على العموم. الصدقه لها ثواب عظيم عند الله، الصدقه اكتتاب عند الله، الصدقة تجارة مع الله. احنا لما بنتكلم عن التجارة الدنيوية فيها مكاسب وفيها مخاسر، لكن التجارة مع الله ليس فيها خسارة على الإطلاق، لأن كلها مكسب وكلها ربح، لأنني أتاجر مع رب العالمين سبحانه وتعالى. دعوة للإنفاق ودعوة للتصدق ودعوة للاكتتاب مع رب العالمين سبحانه وتعالى في كل أعمال الصدقات. أنا عاوز أعود نفسي أنه يكون لي في يومي كل يوم قسط من الصدقة، قسط من الإنفاق على قدر إمكانياتي وعلى قدر استطاعتي. لما بنسقي الكلام ده على المياه، ثواب المياه أعظم ثواب على الإطلاق، وبنلاقي اتصالات كثيرة الحمد لله، ونلاقي يعني استجابة سريعة متعلقة بالمياه لفضل المياه. المياه وفضل المياه مذكورة في القرآن. ربنا سبحانه وتعالى لما أنعم على الخلق كلهم بالإحياء والخلق تحدث عن مادة الخلق وعن أصل الخلق، فقال وجعلنا من الماء كل شيء حي. واستغاثة أهل النار من أهل بأهل الجنة يستغيثون نعم بالماء، أن أفيضوا علينا من الماء. لذلك الماء لا يستطيع الإنسان بأي حال من الأحوال أن يستغني عنه. الواحد ممكن يستغني عن نصف ماله بل كل ما يملك من أجل المياه، لأن المياه حياة، شربة مية تساوي حياة. فالإنسان لازم يحافظ على المياه ولازم يدخر يعني من ماله لثواب ولعمل صالح في سقيا المياه. كان الصحابي الجليل سيدنا سعد بن عبادة بيسأل بلسان نحن، بيسأل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أي الصدقة أفضل؟ أنا عاوز أعمل صدقة، ودي إشارة من الواحد يعمل صدقة بنفسه. إحنا بنجمع أموال وبنجمع خيرات كثيرة وبنسيبها، بنسيبها لأولادنا. الأولاد لما بيعملوا صدقة، ده إن عملوا يعني، بيشعروا إن هم بيمتنوا على آبائهم. طب ليه أنا ما أعملش صدقة لنفسي؟ فيقول أي صدقة أفضل؟ قال له سقيا المياه. وكأن يعني ده باب كبير وعنوان عظيم، لأن سقيا المياه للإنسان، للحيوان، للنبات، وأيضا للجمادات. كان أحد الصحابة بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المياه وفضل المياه للحيوان، هو احنا لينا ثواب لما الحيوان بيشرب من المية؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم في كل ذات كبد رطبة أجر. وفي الحديث أيضا يعني أن بغيا دخلت الجنة من أجل أنها سقت كلبا. يعني تأملي حضرتك عظم المياه وعظم سقيا المياه. واحنا بنشوف يعني أعمال جمعية البر والتقوى التي تطوف وتجوب أنحاء الجمهورية في كل المحافظات، كافة المحافظات، خاصة المناطق اللي هي محتاجة مية، في الصعيد، في شمال سيناء، في الإسماعيلية، كلها مناطق شديدة الفقر بالنسبة للمياه. الأعمال دي اعملها، احتسبها صدقة، احتسب ثوابها عند الله سبحانه وتعالى، تجارة باقية. احنا بننفق على أنفسنا أموال طائلة، طب لماذا لا ننفق ونتاجر مع الله في أموال باقية؟ ربنا هو الذي يضاعف الأموال ويضاعف الصدقات ويبقيها. سعادة الإنسان لما بيشوف المية، احنا يعني أنا عن نفسي لما بتكلم
وتنقطع المية عني في البيت وتيجي المية بحس بسعادة، سعادة داخلية وسعادة ذاتية. طب ما بال حضرتك في ناس ما عندهاش مية أصلا. أيوة. يبقى أنا لما بساهم مع الناس دي في بير مية، في سقيا مياه، البئر ده فين يا أدخل السعادة عليهم. البئر ده في شمال سيناء. وزي ما احنا قلنا انه عندنا المياه اما طرمبة مية، اما وصلة مية، اما خزان مية. وصلة المية زي ما احنا قلنا بتتكلف من 2700 ل 3000 جنيه على حسب المكان. وخزان المية اللي هو البيت قصدك؟ وصل البيت واحد. الوصلة بتبقى البيت واحد. لكن الخزان بيبقى للمكان كله. الخزان بيبقى تكلفته 12000 جنيه. وترمبة المية بتبقى ب 6000 جنيه. أيوه. احنا كمان بنعمل اليافطة دي او اللوحة اللي بنعمل بيها حس واحياء لذكر الناس. الناس اللي عملوا الحاجة دي بنعمل لهم يعني احياء وتخليد وتشجيع ايضا. لما واحد يشوفهم، يشوف اليافطة دي، عاوز يعمل زيهم في مكان ما حدش يعرفه فيه، بس قد يناله دعوة صالحة. وقد يناله كلام طيب بعد مماته او في حياته. ودي دعوه ان احنا نتوسع من الصدقه ونتوسع من اعمال الخير، خاصه في سقيا المياه. انا يعني عاوز ان احنا يوميا لازم يكون لنا صدقه. يعني انا بخاطب يوميا ولو شيء بسيط. هو شيء بسيط بس عند ربنا سبحانه وتعالى كثير. لان القليل مع القليل كثير. وربنا سبحانه وتعالى علمنا انه يعني الصدقه على العموم وسقيا المياه على الخصوص بتدفع البلاء. الصدقة على العموم بتدفع المرض وتدفع الهم وتدفع الحزن. طيب. كان يعني هحكي قصة لأحد الدعاة المشهورين، مش هقول اسمه طبعا، في العالم الإسلامي كله. كان هو صغير كان مصاب بمرض في الدم. والأطباء قالوا أنه خلاص يعني هو مش هيعيش. فوالدته باعت كل ما تملك، وكان آخر حاجة معاها يعني قطعة أرض بحوالي 300000 جنيه. باعتها وسألت المولى سبحانه وتعالى، قالت له أنا أتاجر معك يا ربي من أجل أن تشفي ابني. طبعا ربنا سبحانه وتعالى لا تعجزه الأسباب. بعد أسبوع كتب الله له الشفاء، وحاليا هو من أشهر الدعاة في العالم الإسلامي كله. الشاهد بتاع القصة إن أنا لما بتعامل مع ربنا سبحانه وتعالى بنية خالصة يتقبل الله مني، إنما يتقبل الله من المتقين. إحنا يعني كده غطينا يمكن موضوع المية، لكن حضرتك كمان عاملين حاجة اسمها مبادرة حياة كريمة. حياة كريمة أنتوا اشتركتوا فيها كجمعية. نعم. مشاركتكم إزاي بقى واحكي يعني معنا. مبادرة حياة كريمة طبعا بتوجيه من سيادة الرئيس وبالتضامن مع وزارة التضامن الاجتماعي. حاليا إحنا في الوادي الجديد. المبادرة دي بتهدف إلى إعادة تأهيل البيوت المهدمة. طبعا إحنا ما بنبنيش البيوت من أساسها، لا، إحنا بنعيد تأهيل البيوت. وكنا تكلمنا يعني في حلقة سابقة إنه تأهيل البيوت بيتناول الأسقف البيوت، بندخل الأمن والأمان على أصحاب البيوت دي، لأنه في بيوت الناس ما بتحسش فيها لا بالأمن ولا بالأمان. الإنسان لما بيجول يعني يطوف في هذه الأماكن بيحس بالنعمة اللي ربنا سبحانه وتعالى اديها له. يعني تخيل حضرتك لما يعاد تأهيل بيت زي ده، ويعاد يعني تأسيسه، ويعاد فرشه، ويعاد تجهيزه، بندي يعني طابع بعد اجتماعي. البعد ده خاص بالأمن والأمان، وإزاي نحييه حياة كريمة يعني كما هو مسمى المبادرة. البيت يعني مبعث للأمن والأمان. أنا لما بخلص الشغل بتاعي بروح البيت. أيوة. لأن البيت بتاعي هو فيه الأمن والأمان. طب إذا كان البيت ما فيهوش لا أمن ولا أمان، يبقى لن يكون هناك إحساس أو شعور بالأمن والأمان. الجمعية جمعية البر والتقوى تعمل إعادة تأهيل البيت، تسقيف للبيت، بنعمل سقف للبيت، تجهيز للبيت، بنفرشه بالحاجات الأساسية. وكمان أصحاب البيوت بيساعدوا بأجور في البيت، يعني بيساعدوا في إعادة تأهيل بيوتهم وبياخدوا أجور من الجمعية. يبقى احنا كده بنهدف إلى أهداف كثيرة، منها أن رب البيت أو صاحب البيت بيشتغل وليه يومية، وفي نفس الوقت هو بيشتغل طبعا يعني احسن شغل لانه بيشتغل في بيته. فده يعني بيديه اشباع ذاتي. وبيحقق البعد الاجتماعي اللي بتهدف ليه الجمعيه. ودي رساله ان احنا لازم كلنا نتضامن ونتعاون من اجل اكمال رساله لقيمه البيت والتقوى. العمل ان هو قاعد مش مدد ايده يعني واحياء. نعم. واحياء لقيمه العمل.
حتى ده يعني يتضامن مع الحديث ويتوافق مع الحديث، يعني أن يحتطب أحدكم حزمة من حطب ثم يقوم إلى السوق خيرا له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. يبقى برضو إحياء قيمة العمل، المشاركة في بيته، وإحنا شايفين هالبيوت بعد تأهيلها وبعد تجهيزها بتتحول لطبعا شكل تاني، وفعلا تبدأ حياة كريمة في هذه البيوت. وأي نفقة أنت بتنفقها في إعادة تأهيل بيت زي ده احتسبها صدقة، واحتسب ثوابها عند ربنا سبحانه وتعالى من أجل دفع بلاء أو دفع غم. طيب أو دفع اللي حزن. بيدفع بقى بيتبرع لحضراتكم، هل بيقول لك مثلا أنا عاوز هو أدخل في مبادرة هو حياة كريمة، أنا عايز أسقف بيت مش داخل في المبادرة؟ أنتوا بتبقوا عاملين حصر للبيوت اللي محتاجة تسقيف، يعني بيعمل إيه هو؟ المتصل طبعا شافنا وتابعنا في البرنامج فبيسأل، يعني بيقول أنا عاوز أخصص الصدقة بتاعتي دي مثلا لسقيا المياه، أو عاوز أخصص الصدقة لبيوت كريمة أو تسقيف البيوت أو تجهيز البيوت نفسها أو علاج حالة مرضية أو ما إلى ذلك. هو اللي بيخصص أو بيسألنا إيه أفضل الحالات، أنا معايا صدقة وعاوز أطلعها، إيه أفضل الحالات؟ فإحنا بنوجهه، لأن أنا يعني زي ما قلت من قبل إنه الصدقة بتكون نسبية وتوجهها التوجه ليها بيكون نسبي، فبالتالي إحنا بنرشده يعني وندله إلى أفضل عمل وأفضل سبيل لإخراج هذه الصدقة. حياة كريمة زي ما حضرتك قلتي، وأنا أؤكد على قيمة العمل وقيمة الإحساس بالأمن والأمان. الأمن والأمان مش عامل عادي ومش قيمة عادية. ربنا سبحانه وتعالى لما تكلم ممتنا على أهل مكة تكلم عن الأمن طبعا. الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. سيدنا يوسف عليه السلام لما دعا سيدنا يعقوب لزيارة مصر ما تكلمش عن أي حاجة، تكلم بس عن الأمن، ادخلوا مصر إن شاء الله أمين. فأنا لما بوفر بيت آمن بحسس أهل البيت بالأمن والأمان. قوافل جمعية البيغة والتقوى المساهمين في الأعمال مع جمعية البيغة والتقوى في محافظة الوادي الجديد، ودي المحافظة اللي احنا بدأنا بيها، ونأمل أن ربنا سبحانه وتعالى يوفقنا ويساعدنا من خلال أهل الخير لإتمام هذه المبادرة، مبادرة حياة كريمة. زي ما احنا شايفين ده تجهيز لتسقيف أحد البيوت المعاد تأهيلها، بتعملوا بقى التسقيف وبتعملوا وصلات مية وتجهيز البيوت نفسها، يعني فرش البيت بالأساسيات في المكان اللي الراجل قاعد فيه أصلا، اللي هو قاعد فيه طبعا. هو ما بيطلعش من البيت، يعني هو بيبقى في نفس البيت وبيساهم في العمل لأن ده بيته، هيكون طبعا أخوف الناس عليه. وإحنا بنمده بالحاجات اللي هي اللازمة زي ما إحنا شايفين قدامنا الأخشاب اللي هي بتساعد على أو تساعد في تسقيف البيوت. تمام. ودي حتى من المسمى يعني حياة كريمة طبعا، حياة آدمية كريمة. طيب أنتوا كمان بتركبوا أطراف صناعية؟ طبعا الجمعية الحمد لله يعني عملها شامل وعملها ممتد، وبتجينا حالات كتيرة اللي هي عاوزة أطراف صناعية، عاوزين بعض الكراسي المتحركة، بعض الأجهزة الطبية، بنساعد قدر الإمكان في هذه الحالات. وعندنا طبعا الحالة الأولى حالة الحاجة فادية عبد اللطيف من السلام النهضة. يا حبيبتي الحاجة فادية كان عندها غرغرينة ولا ايه؟ تم تركيب طرف صناعي ليها بعد طبعا حصل باترة في القدم وتم تركيب طرف صناعي ليها في السلام في النهضة. يا حبيبتي في حالات انسانية كثيرة محتاجين ان احنا نبص لها، محتاجين ان احنا نساعدها، محتاجين ان احنا نكون معها يعني يدا واحدة. المعاونة في الأجهزة الطبية لا تقل أهمية عن المعاونة في الحياة الكريمة. طبعا. لأن أنا بساعدها كمان أنها تحيا حياة كريمة. طبعا. ولا تقل أهمية عن البيوت الآمنة. ولا تقل أهمية عن تسقيف البيوت. طبعا. الحاجة فادية بالمناسبة يعني كفيفة. يروح يا ومن 15 سنة وهي قعيدة. يا من 15 سنة وهي قعيدة.
فلما بندخل عليها السعادة طبعاً. ونسعدها قد يكون سبب يعني لإسعادنا يوم القيامة. يعني فكرة أنه حد يتحرك ويروح ويجي طبعاً طبعاً تبقى بالنسبة له، إحنا بنتحرك طول النهار مش حاسين بقيمة الكلام ده. والنعمة لا يشعر بها إلا فاقدها طبعاً. يعني طبعاً. الإنسان ما بيحسش بالنعمة إلا بعد ما بيفتقدها. فبالتالي يعني بنوجه الكلام لكل أهل الخير وكل المشاهدين والمشاهدات. طيب أنتوا الطرف الصناعي الكرسي اللي بعجل، الكرسي المتحرك، أي أجهزة بقى، الأجهزة سماعات الودن، مش يعني ما عندكوش حاجة مش بتشتغلوا فيها؟ الحمد لله يعني الجمعية تزداد نشاطتها يوما بعد يوم. دي الحاجة نبيها والحاجة نبيها طبعا برضو من السلام النهضة، كان المفروض ان احنا هنعمل لها طرف صناعي، بس الاطباء يعني نصحوا انه ما فيش جدوى منه، فبالتالي استعاضنا استعاضنا عن الطرف الصناعي بالكرسي المتحرك. وهي حست انها طبعا يعني بتمشي بيه طبعا، واشبه بالصحيحه يعني بتعيش حياتها عاديه طبعا. فده يعني عمل بسيط، بتعرف تتحرك من مكان لمكان، عمل بسيط يعني ممكن يدخل السعاده. الكرسي ده بكام بقى؟ الكرسي بيختلف ثمنه، يعني بيبدا من نقول اسعار عادي يعني قول عشان يعني الناس اللي عايزه تتبرع ممكن يبقى معاها المبلغ ده وتقدر تحطه. بيبدا من 2200 جنيه طبعا، لغايه الكراسي الكهربائيه بتوصل حوالي 30000 جنيه طبعا، اللي هي المتطوره بقى وبتحود يمين وشمال وفي بزراير وبتعلى وبتنزل يعني ده اقل اقل الاشياء، فبيبدا من 2200 جنيه ل 30000 جنيه بس بيساعدها يعني انها تقضي حاجتها، بيساعدها انها تعيش حياة عادية زي أي إنسانة. وفيه بعد معنوي اللي هو إدخال السعادة عليها وإدخال السعادة أيضا على أهل أسرتها، لأن طبعا الإنسان لما بيقعد في مكان واحد أسبوع بيحس بالتعب وبيحس بالمعاناة. فإحنا شايفينه هو السعادة على ربنا يدخل سرور على قلبها السيدة السيدة نبيها يسعدها، لأنه وربنا يكرمها ويكرم كل اللي بيساهم، كل من يقف مع هذه الحالة. والله أنا بقول وأؤكد إن إحنا محتاجين نتاجر مع الله، نكتتب مع الله. إحنا بنبحث في العناوين عن أفضل الشركات اللي بتدي أرباح، ربنا سبحانه وتعالى بيدينا أعلى الأرباح على الإطلاق طبعا. يعني السهم الواحد ب700 مفيش حد بيتعامل معنا بكده، لكن ربنا سبحانه وتعالى بيدينا السهم الواحد ب700 وهو الباقي لنا. فما أجمل وما أحوج إن احنا نسارع إلى هذه التجارة التي لا تحتاج إلى سجلات تجارية وإلى بيانات شخصية، بل نية خالصة متوجهة تبتغي بها وجه الله سبحانه وتعالى. اخيرا حضرتك يعني عايزه افكر الناس بمقوله قلتها في اول حلقه كده، انه يوميا لازم الواحد يعني يجنب جزء ولو بسيط من جدا من الفلوس اللي بتتصرف طول النهار مش حاسس بيها، يشيل حته كده على جنب ان شاء الله 2 جنيه 3 جنيه يوميا، انه دول لله، لانه ليه بعد معنوي. وانا اقول لحضرتك يعني البعد المعنوي حتى مع الاولاد. انا عندي البنت الصغيره في يوم احنا نازلين، بنت صغيره ماسه في يوم احنا نازلين، فبتقول لي يا بابا احنا ما عملناش النهارده صدقه. يا حلوه، عندها كام سنه؟ عندها 5 سنين ما شاء الله. فقوليني انا متعود من وهي يعني مركز والله يا دكتور، متعود بقى ان هي تكون معايا في كل مكان. يعني بتقول لك ما عملناش النهارده، ما عملناش النهارده صدقه. فاحنا محتاجين يعني يبقى الثقافه دي عندنا، الثقافة دي عند أولادنا، لأن الحاجة الباقية لينا الحاجة الباقية لينا، وإحنا نعمل لأنفسنا ولا ننتظر من أولادنا. يعني قد يعملون وقد لا يعملون، وأفضل تجارة كما قلت طبعاً. مع الله، وتدخل السعادة على نفسي قبل أن تدخل السعادة على الآخرين. وأعيد قول الله سبحانه وتعالى، إنما يتقبل الله من المتقين. صدق الله العظيم. شكرا جزيلا. حضرتك بتقول قلت آية قرآنية ولا؟ إنما يتقبل الله من المتقين. نعم، صدق الله العظيم. دكتور محمد العربي عضو مجلس إدارة جمعية البر والتقوى، بشكر حضرتك. شكرا جزيلا. شكرا الله. شكرا جزيلا.